Hello everyone, this is Chef Nael with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. ممكن استخدام أي قالب متوفر عنا أو زجاج، صحن زجاج مثل هيك مربع أي شيء. 1 كوب كولا بدون سكر أو أي طعم أنتو بتحبوه بدون سكر. عندما يغلي بنوضع الجيلاتين عند الغليان. الجيلاتين يجب أن يكون حلال، في جيلاتين نباتي وجيلاتين بقري وجيلاتين من الأسماك المتوفر عندكم في السوق أو حسب نظامكم الغذائي. 3 معالق كبيرة جيلاتين، بنحرك لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجيلاتين مثل ما انتم شايفين حتى يذوب. هيك داب نغلق المقود وبنسكب في القوالب. أي أداة متوفرة عندنا ممكن بمعلقة صغيرة، مش شرط تستخدموا نفس القوالب، ممكن تستخدموا معلقة صغيرة أو أي شيء متوفر عندنا. الموضوع بسيط وسهل، ممكن نسكب في وعاء إقزاز مثل هيك، يعني الموضوع بسيط. ممكن نوضع بطعم الفراولة، مشروب غازي بطعم الفراولة ونفس العيارات ونفس المقادير ونفس الشيء، بس بنغير الطعم اللي احنا بنحبه. بنتركها تبرد ونوضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعة أو حتى تتماسك. هيك بعد ما وضعتها بالثلاجة لمدة 2 ساعة شكلها كتير، هي روعة وهي مناسبة لمرضى السكر وللكيتو دايت، وبالأخص للأطفال المحرومين من السكر، عندهم مشاكل بالسكر الأطفال. يعني لقيت بفرجيكم إيش ممكن نعمل للأطفال كمان اللي محتاجين شغلات بديل عن السكر. ممكن بأي شكل نقطعهم، بأي شكل، مطاول، مربع، يعني بكيفكم. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل، هي كتير روعة وبسيطة، مكونين 2 فقط. ممكن نعمل ألوان كتير، نعمل شكلها كتير روعة، والقوالب متوفرة بالأسواق، يعني كتير هي رخيصة وبسيطة. ممكن نغلف هيك للأطفال، نغلفهم بالنايلون في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.